وليد انت ما بتشبعها من الركض مع الحصان؟ لا ما بشبع بنوب، لانه كل ما ركضت ولوين ما رحت دائما طرقي بتوصل لعندك حبيبتي هاندا. تسلم لي حبيبي. بتول عم تستنانا بمكان حفلة العرس. بس يا حياتي فيرتينا لسه بده يركض، نحن يا دوبنا خلصنا تحماية. عن جد انت غريب، معقولة فيرتينا اهم من حفلة عرسنا؟ ورجيني شوية حماس. شايفه شو عم يساوي؟ والله لا تدخلوني بهاي الامور. يمان انت صديق العريس والشاهد على كتب الكتاب، كيف ما ندخلك بهالامور؟ يعني ما بتقدروا تتزوجوا اذا انا ما وقعت؟ ايه هيك بالضبط، ما بنقدر نتزوج، اولادنا اللي رح يولدوا وزواجنا واقفين على توقيعك. ايه لكن مو على الفاضي رح سمي ابني باسمك. تسلم لقلبي يا اخي، على راسي. تسلم لقلبي اخي. يلا البنت عم تستنى اسرع. يلا يا ابني يلا خلينا نروح، خربوا لنا سعادتنا. امشوا امشوا على مهلكم. كأنه الجو مغبر اليوم. أي غبرة حبيبي، الجو حلو كتير وبياخد العقل والهوايات حلوين. كنتنا رح تجي على الفطور. أنا شايف وشك عم يضحك اليوم، أخيراً وصلتي لهدفك أزادة خانم. أي لأنه ابننا رح يتزوج من بنت بتلاقي بعائلتنا، ما لازم كون مبسوطة؟ أي شي طبيعي حبيبتي، أنت صار لك سنين عم تستني هاللحظة ومن حقك تنبسطي. طبعاً من حقي عدنان، تعرف قديش تعبت. رح خليهم يجهزوا الفطور. أنا لازم روح على الشركة شوي وبعدين برجع بفطر معكم. رح يكونوا هون بعد شي ساعة، لو سمحت لا تتأخر. سنان يلا قوم حاجتك نو، بعدين أمك بتعصب وبتسمعنا كم كلمة. سنان 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 يلا في سنان سنان. ليمان ما أنك شايفتيني نايم، ليش هيك عم تسوي فيني؟ بترجاكي خليني نام. ليش ما بتنامي؟ شو مفيك أنت؟ وكأنه حابة فيه هلأ، قال الكلنة الغالية جاي، وطبعا حماتي بتحبها كتير ولهالسبب عطت الأوامر إنه مفيق بكير. ألو سنان لا تساوي هيك، يلا في يلا. لا خلص فهمنا، فات حلي عني بقى. شو هالحالة يا ربي؟ مليت من هي البنت، ليل نهار ما في غير سرتها بالبيت. وأنا شو دخلني بقى؟ أستغفر الله سنان، أمك يلي حطت هالبنت على راسنا، ما في غير كنتي وكنتي، وكأنه هالكنة الجديدة مميزة أكتر مني. لا ولا شو رأيك؟ شو هالصباح يا ربي؟ أستغفر الله.